يدخل بعد كده على الـ population change. الـ population change بنقيسه بثلاث طرق، أول حاجة عن طريق الـ rate of natural increase، تمام؟ تاني حاجة الـ growth rate، تالت حاجة الـ doubling time of the population growth. كل طريقة أخذت في اعتبارها حاجة، و وكان في يعني كل طريقة ليها advantage و disadvantage. إما ابتدينا بالـ rate of natural increase، لقينا إن هو بياخد في اعتباره المواليد والموفيات وما أخدش في اعتباره الهجرة، بالرغم إن الهجرة دي component أساسي، تمام، في الـ population change. فابتدينا ننتقد الطريقة الثانية وهي عبارة عن growth rate، والـ growth rate أخد في اعتباره ايه؟ الهجرة الداخلية او الهجرة الخارجية. الجروث ريت دوت هو عبارة عن الريت at which a population is increasing or decreasing at a given year due، وهي النت ريزلت بتاعت حاجتين، الناتشورال انكريز اند النت مايجريشن، تمام؟ النت مايجريشن دي بنحسبها بالفرق ما بين الهجرة الداخلية والهجرة الخارجية، كم واحد دخلوا البلد وكم واحد سابوا البلد وخرجوها. طبعا احنا في مصر عندنا الهجرة الخارجية، تمام، تفوق الهجرة الداخلية. يمكن في دول تانية عندهم في هجرة داخلية، زي مثلا دولة زي ألمانيا هم بيشجعوا اصلا ان الناس تهاجر. وهنا اخذنا في اعتبارنا الثلاثه كومبوننتس الاساسيين للـ population change، وهما versus this migration. بعد كده الـ doubling time of the population، لقينا ان الـ rate of natural increase، تمام، والـ growth rate، هما بيدونا نسب، بس النسب دي هل هي مفهومه للناس؟ هل هي مفهومه للبوليسي ميكر او متخذ القرار؟ لا، لقينا ان احنا عشان خاطر نوصل حاجه مفهومه للناس ومفهومه لمتخذ القرار، لقينا ان احنا نقول لهم ان بعد كام سنه عدد السكان هيتضاعف، يعني عدد السكان اللي في مصر هيبقى الضعف. فلقينا ان احنا لو وصلنا لهم معلومه، اديناهم معلومه عن الpopulation change في صورة doubling time of the population growth، هتبقى مفهومة أكتر وليها صدى وواقع أكبر عليهم، تمام؟ طيب هنا قال إن population growth اللي بيمثل في صورة نسبة مئوية أوقات كتير ما بيبقاش بيدي معلومة أو it's not very informative، فبالتالي استخدمنا حاجة اسمها doubling time to measure and population growth. السؤال ده الانديكيتور ده بيديني اجابه ليه؟ هتاخد قد ايه وقت، كام سنه بالpopulation growth rate اللي احنا فيه ده عشان البوبيوليشن سايز يبقى الضعف؟ محتاجين كام سنه؟ طبعا في دوله هتبقى محتاجه 70 سنه، في دوله ثانيه محتاجه 35 سنه، في دوله ثالثه هتضاعف بعد 20 سنه. مين وضعها اخطر فيهم؟ اكيد ان هتاخد وقت اقل عشان تضاعف فيه. طيب ازاي بنحسب الدبلنج تايم بتاع البوبيوليشن؟ هو عباره عن معادله جاهزه هم حطوها، تمام؟ هي عباره عن 70 على الجروس ريت ان بيرسنت، هيدينا النمبر اوف ييرز. يعني انا لو الجروس ريت بتاعي 1% يبقى انا هاخد كام سنه عشان خاطر اضاعف؟ 70 سنه. طيب انا البوبيوليشن لو الجروس ريت بتاعي 2 هاخد كام سنه عشان اضاعف؟ 35 سنه، تمام؟ فلقوا ان الدبلنج تايم اوف ذا بوبيوليشن هو الموست سيوتبل انديكيتور ان انا اوصل بيه معلومه الزياده السكانيه لمتخذ القرار. طيب قبل ما نتنقل لحاجه اسمها البوبيوليشن ستراكشر، نحب نعرف وضع مصر ايه في الزياده السكانيه.
long with the current, with a constant rate of growth. مفيش constant rate of growth أصلا. لمتخذ القرار والله انت لو ثابت على الكروس ريت اللي انت فيه دوت تمام عدد السكان بتاعك هيتضاعف بعد كام سنه خد بالك لو عيني عن كده وانت لكن لو قدرت تقلله اكيد الجزء ده سنة 1977 بقينا قد إيطاليا وفرنسا
مليون نسمه. التاني كده وفق الانجاب المتوسط، معدل انجاب متوسط. تمام؟ طبعا زي ما انتم شايفين تركيا سنه 2059 اقصى حاجه متوصلها 95 مليون نسمه، ايران 102 مليون نسمه سنه 2060. إحنا لازم نغير اتجاهات الإنتاج. إحنا عندنا دكاترة دلوقتي هاي فيرتيلتي موتيفز، إحنا عندنا مصيبة اسمها هاي فيرتيلتي موتيفز. الناس بعد ما كانت بتدور إن هي أقصى حاجة هتخلف اتنين في المجتمعات المتعلمة، لا إحنا عدينا الكلام ده من 2006، الناس دلوقتي بتفكر في ثلاثة وبتفكر في أربعة، ومهتمته في الكوميونتي دايجنوزز التوتال فيرتيلتي ريت هتلاقوا إن إحنا عدينا. يعني احنا دلوقتي بنحاول نرجع تاني للي احنا كنا واصلين له سنه 2006. تمام؟